فيلمان شارك في مهرجان كارلو فيفاري عن فئة نظرة أخرى. فيلم أليخاندرو شومسكي دورمير السول النوم في الشمس، وهو مستوحى من رواية الأرجنتيني أدولفو كازيراس. فيلم يجمع بين الواقعي والخيال. إنه نوع في غاية الصعوبة، الواقع السحري. وإن طلبت مني تعريفا بكلمة واحدة سأقول قطعا غريبة خيالية، لكنها تحتوي أيضا على عناصر الكوميديا السوداء والبوليسي وما يحدث في هذه الأفلام، لطيف وغير لطيف في آن معا، كما أنها تحتوي على عناصر أفلام تاتي وبونيل، أي عناصر الرعب. أجواء سريالية تستعيد أجواء روايات كافكا. الصليب فيلم آخر للبولندي ليش ماجوسكي، وهو مستوحى من لوحة للرسام الفلامندي بيتر بروغيل التي تصور جلجلة المسيح للدلالة على حنين الرسام إلى أرضه التي طرده منها الأسبان. بروغيل جسد في رسومه أعمالا خاصة سكنتها لمدة طويلة، حيث أمضيت أوقاتا طويلة أتأملها في فيينا، وهو يدفعك إلى داخلها بقوة حيث تدخل عالمه، كما مع أعمال فليني. وفي الفيلم وفق بين التقنيات القديمة والحديثة، ما يسمح للمشاهد من دخول عالم اللوحة. فيلم تدور أحداثه ببطء مميت، ينقل المشاهد إلى عالم آخر. الأفلام تهرب بنفسها وتخرج المشاهد من العالم السريع الذي يعيش فيه بسرعة اللقطات والابتعاد بسرعة من الموضوع، أو تدفع المشاهد من جوهر الوجود. بروغيل بالنسبة لي فنان متأمل، أعادني إلى نفسي وأعادني إلى عالم أكثر ترتيباً. فيلم من إنتاج سويدي بولندي عرض في بولندا واليونان ولاقى أصداء مختلفة.